warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Munazzil al-Qur'an bi lisan arabiyyin mubin. Afdhalus salatu wassalam ala nabiyil amin. Al-mab'uth rahmatan lil alamin. Bashiran wa nadhiran ila yaumiddin. Amma ba'd. أيها الأساتذة الكرام وزملائي الأحباء، حينما أقوم لديكم في هذه الجلسة أريد أن ألقي لديكم بعض الكلمات حول الموضوع المعين. أزواج النبي شخصيات تطلبها مرآة اليوم. أولا أحمد الله الذي منحني فرصة ذهبية. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. إخوة الإسلام، في هذا الشهر الربيع حينما تسير قلوبنا ذكريات نبوية التي تفوح نفحاتها المتعطرة، ذكريات تلقي إلى لبابنا بسمة تحكي لنا خصص دعوة النور. نعم، هنالك أقدام ارتقت معه صلى الله عليه وسلم في كل أسجانه وأحزانه وسعدت في مازقه وراقله التي شهده النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته ورفض مع الأعداء التي رموه بها وتنقل عليه ليلقي من دروبه طيبات. مرتجع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلت للطباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي صدت عن الزيارة الدنيوية، وأعظم من أمتي الآجية وتبلعنا لرب المالك الذي أبلغ في خلق عباده ورسمنا من طريقا مبينا لسائر المرأة العالم فيهن شيمات عزيزة وشجعات من مساجد الفوائل مسقولة التلال والضلال، وأوشعون متاعب النفس وما أعطون نسوات البأس التوكل الزاد والتقوى، أصوات النيل المزايا المنتصات قادون إلى ذات الإلهية سيدة النساء عائشة التي أمت عمرها في أزكى الإلهية وما أعلت نفسها أموال الملذات دنيوية وسلام العاشية في أرض المعصية. التاريخ سلسلة التعظيم به نساء وتنجو إليه المرأة، والله موفق وفقنا الله إلى التراد. ولا أريد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.